أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان مسافرا مثلا إلى العمرة، فهل عليه أن يأتي بالنوافل كالرواتب وركعتي الوضوء والضحى وغير ذلك من النوافل؟ أما الرواتب إذا كان يقصر الصلاة إنه لا يأتي بالرواتب، بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، والمسبح يعناه المتنفل، لأتممت. الله خفف عنك الصلاة الفريضة فلا تأتي بالراتبة. أما النفل المطلق مثل صلاة الليل ومثل الوتر ومثل ركعتي الفجر، راتبة الفجر، هذه ما تترك، خصوصا الوتر وراتبة الفجر لا يتركان لا حضرا ولا سفرا. وأما صلاة الليل فإذا تيسر لك تصلي الليل وأنت مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على راحلته، كان يتهجد وهو يسير في الطريق راكب على راحلته أينما توجهت به يصلي من الليل، فلا مانع أنك تتهجد بالليل وأنت مسافر، ولا مانع أنك تصلي الضحى وأنت مسافر.